باشمهندس لنجاح اي مشروع او هنقدر نقول عليها مثلا 50% من نجاح اي مشروع. انت دلوقتي بالنسبه للبدايه بدات البدايه سليمه في مكان سليم، اسست مكاني كويس، جبت سلالات كويسه خاليه من الامراض، انتقيتها كويس، انا شغال برضو ايه من خلال خبره الاخرين استشارتك، مش هبدا اجرب بقى، مش جيبهم اجرب فيهم او اتعلم فيهم، دي فلوس برضو، هبقى حريص على المالي وحريص على الحاجه. فا باشمهندس زي ما احنا اتكلمنا كده في مكافحه الحجرات قلت لي زمان لا بلاش الافوماك، بلاش مش عارف ايه، بلاش الكلور في الارضيه، بلاش الفينيك، فانا مش هبدا اجرب واتعلم من اخطائي، لا انا بتعلم يعني حد خبره زي حضرتك، حد استشاري بالذات لو انا بادئ مشروع وادور على حاجه زي كده. القاسم بقى المشترك التسويق. طيب الارانب تسويقها ايه واسوقها ازاي لو انا عايز اسوق واكسب من خلال التسويق، عشان برضو ده عليه يعني عامل كبير للذات. وبالنسبه للتسويق برضو ده بيبقى برضو على حسب السوق، يعني في سوق ساعات بيسحب المنتج مواسم معينه يعني بيبقى في بيسحب في المنتج، بيبقى في عامل ركود بتبقى على الكل، يعني حاليا في عامل ركود الفراخ سعرها نزل بورصه والارانب والارانب سعرها نزل برضو نفس الشيء، بتيجي فجاه برضو تلاقي الاسعار بتيجي، مثلا لو عندي كميه كبيره بتصل بالتاجر، التاجر ياخد الكميه من عندي. تمام، ده بالنسبه للتسويق، يعني في تاجر بيجي ياخد من عندك بالظبط. لو يكون في كميه كبيره ممكن لو محلات قريبه منك ولا حاجه ممكن تتعاقد معاها او توردها برضو معارفك او الاهالي برضو كله اللي عارف بيجي ياخد من هنا. سواء محلات مثلا عايز 5 حتت عايز 10 حتت بيجي ياخد من هنا. تمام، بتطلع برضو ما شاء الله متوسط اوزان 2 كيلو اقل حاجه كيلو سوق كيلو 800 كيلو سوق. تمام طيب بالنسبه برضو للي بيربي برضو ممكن تطلع سلالات عادي يعني يطلع يطلع. طيب تمام، يعني اذا الارانب في التسويق عليها اقبال برضو طبعا طبعا يعني ما بيمشيش هنا بيمشي هنا، وبعدين اصلا لحم الارنب معروف مش عايز كلام عليه يعني. طبعا مش عايز كلام، الدكاتره بيوصفوه علاج للامراض. طبعا طبعا هو خفيف كمان، يعتبر من لحوم الدواجن المميزه عن الفراخ وعن الدجاج كمان يعني القيمه الغذائيه عليه. طيب لو جينا اتكلمنا كمشروع وحبينا نعمل دراسه جدوى مبدئيه اللي ذكروا 4 امهات او ذكروا 3 امهات نقدر نقول يعني مثلا لما اجي اتكلم اخواتي هنا على القناه مثلا بقول لهم لو جينا نعمل مشروع زي تربيه الحمام سواء بقى حمام لاحم حمام زاجل المهم اي نوعيه من الثلاث انواع حمام اللي انا كنت رشحتهم في فيديو هنا على القناه، قلنا مثلا هامش المكسب لو احنا مشينا عملنا دراسه جدوى كده مبدئيه تكاليف ثابته متغيره قلنا مثلا بيوصل ل 85%. لو نزلت السعر في التسويق شويه انا كده كده كسبان، يعني حتى لو نزلت ل 35% او 50% مكسب بس بعت كميه كبيره فانا مكسبي اكبر من ان انا اخد مثلا مكسب 85% وابيع كميه صغيره. هو اللي عايز يبتدي في مشروع الارنب ممكن يبتدي ب 3000 جنيه. ممكن ب 3000 جنيه ابتدي. طب 3000 جنيه. يعني دراسه الجدوى تقول ايه؟ مكسبي كام ومصاريفي كام؟ حضرتك 3000 جنيه ممكن اجيب 3 امهات وذكر ب 1000 جنيه. تمام. 4 حتت ب 1000 جنيه والبطاريه ب 1000 ادي 2000. تمام. وال 1000 الثانيه هستخدمها في العلف لحد ما يطلع لي منتج ابيعه اسوق ماشي واكبر المشروع بتاعي. مكسبي قد ايه بقى؟ هي الارانب بتكسب عامة يعني ماشي طبعا مع المجهود ومع ربنا يبارك يعني مش بنقر ولا حاجه بس لا دي بقى دايما اي حد عايز يعمل مشروع يا باشمهندس يعني انا اول فيديو انا عامله هنا على القناه عندي تمام دراسه جدوى عن مشروع الحمام اللاحمات في اقبال عليه اللي هو الحمام الفرنساوي الابيض اللاحم زي ما حضرتك عارف وهنا الغربيه بدا او طنطا بدا فيه ازدهار وفي ناس بدات تعمل مزارع كويسه تمام بيجي يقول لك طب انا هربيه انا هاخد منه ايه او هستفاد منه ايه او هكسب ايه وهسوقه ازاي فده الف ب قبل ما ابدا المشروع انا هودي انتاج فين؟ عرفنا نودي الانتاج فين؟ نقدر نقول هامش الربح متوسط قد ايه؟ انا عارف ان اسرع دوره راس مال واسرع دوره انتاج في الحمام مفيش حاجه في الدواجن بتتغلب عليها يعني تمام بفضل الله. طب نيجي للارانب دوره راس المال فيها مثلا قد ايه اللي هي من دوره الانتاج عندك كل مثلا كل شهرين كل شهر ايه الارنب بتقول كل شهر ما شاء الله كل يوم تموت تمام ماشي متوسط مثلا 5 أو 7 تمام وده 5 أو 7 ممكن تزيد ممكن تقل والانتاج على عمر شهرين والانتاج يعني على عمر شهرين تعتبر دوره راس المال او دوره الانتاج عندي 90 يوم بالظبط متوسط 90 يوم طب انا في ال 90 يوم دولت تمام لو انا بادئ بارنب بدكر واربع امهات زي ما انت قلت وكلفت 3000 جنيه زي ما حضرتك قلت وربنا كرمه بقى عندي انتاج ممكن بمكسبي كام تقريبي كده؟ ممكن ان شاء الله خلال مثلا خلال 3 شهور 4 شهور تجيب اللي انت صرفته تمام ماشي يعني في اول دوره انتاجيه او اول دوره انتاجيه ونص
ممكن تجيب اجيب راس مالي اللي انا دورتين اتنين شهرين اتنين دورتين اجيب راس مالي اللي انا دفعته وبرده مع الخبره مع الخبره تمام مع الخبره ما ممكن لو مفيش خبره لو مفيش خبره في امراض بتيجي تقضي على القطيع مين بيجي لهم امراض نفسيه بتيجي على القطيع طبعا فيعني وفي نفس وبرده الاهتمام يعني في واحد بيبقى عارف يعني في واحد ما يعرفش ماشي الارنب واقف قدام منك تعبان ما انتش عارف فيه ايه خدت بالك وممكن تبقى عارف وسايبه يعني ممكن عارف عنده امساك عنده اسهال عنده عرقوب عنده تصمغ عنده حاجه في الكلى عنده حاجه في الستر عنده اي مرض ايا كان ممكن ابقى عارف واسيبه مع نفسه ممكن ابقى مش عارف يعني هو واقف قدام مني ما اناش عارف هو عنده ايه لحد ما يموت فدي برضك من ضمن الخبره برضه يعتبر عامل اساسي يعني انت ما طبعا سرعة العلاج وسرعة التشخيص وسرعة العلاج بالظبط ديت اساسي في الحلقه اساسي اساسي هتيجي مع الخبره هتيجي مع الوقت مع الاحتكاك طيب ايه اشهر الامراض اللي ممكن تيجي الارانب وازاي تلافاها طالما انت خدتنا بجزئيه الامراض دي بالنسبه للامراض طبعا ايه مشاكل ممكن تقابل المربي يعني. هو طبعا الجرب نمره واحد تمام وقلنا بنتعامل معاه بالنزيف الجرب في بقى في بعد كده الخراجات والدمامل والعرقوب والحاجات دي ماشي طب دي فيها وقايه في اضافات ديت بالنسبه انا كده برضو التحصين اللي هو البكتيري تمام التحصين اللي هو البكتيري يبقى عامل حسابه يقلل الموضوع ده طب لو حصل يعني بدل مثلا ما عندي مثلا 20 حته حصل في 2 او 3 حاجه بسيطه اتعامل معاها انما لو ما حصلتش ممكن يحصل في معظمهم خراريج والتهابات ويجي حاجه بسيطه تاثر على الارنب ماشي ده بالنسبه للتحصينات للارنب مهمه يعني يبقى عندنا الخراريج والدمامل والعرقوب التهاب العرقوب والتصمغ الاذن ماشي في حاجات بقى ديت كل الحاجات دي داخليه حاجات داخلية. ممكن تقابل المربي ويتغلب عليها طالما هو محصن وبيلتزم بالفيتامينات والتغذيه الجيده سهل ان هو يعني يساعد الارنب ان هو يتغلب عليها عادي لو قبل في حاجه بقى داخليه حاجه جوه بطن الارنب يعني الارنب واقف قطع اكل واقف قدام مني ما اناش عارف هو فيه ايه طيب اشوف هل هو عنده بس اشوف تحت منه كده ممكن يكون عنده اسهال ده له علاج في عنده امساك احسس على بطنه كده لا الزبل متجمد ناشف حصل خدت بالك عنده امساك له علاج خلاص طيب لا بيزبل كويس عامل الزبل كويس ومفيش اسهال ولا في امساك طب واقف الارنب ما بياكلش اشوف الفتحه بتاعته فيه جنب الجيب التناسليه عنده ممكن بيصيبه حاجه اسمها الزهري ماشي ده لازم يبقى نظيف برضه بيأثر عليه ممكن حاجه ممكن تطوير الاسنان في ارانب بتبقى فيها صفه وراثيه عيوب وراثيه سنانها بتطول سنانها بتطول لما سنانه بتطول تخبط في شفته ما يعرفش ياكل واقف بس بقه مقفول انت ممكن تبقى عارف تبص تشوفه تقص اسنانه في واحد ما يعرفش الارنب ما بياكلش ما يعرفش فيه ايه وسايبه في الوقت ده مش المفروض الارنب ده استبعده من القطاع عندي ولا المفروض استبعده اللي هو الارنب اللي اسنانه الذكر بالذات الذكر بالذات استبعده استبعده على طول مباشره تمام لو نتايه وانا بعرف اتعامل معاه يعني مع الناس اللي هي الخبره ممكن اخليها على اساس ان النتايه ديت حلوه الفوسفور والكالسيوم بتاعها عالي يعني هتديني انتاج حلو بس اراعيها خدت بالك انا عندي حته هنا عندي امين اتنين سنانهم بتطول دول مخليهم وانتاجهم فيهم حاجه سنانتها طويله دلوقتي لا انا قصصهم لسه قصصهم امبارح ماشي شويه انا عارف الناس القص لا عادي ونقصوها هتلاقي في جزء كده بقص ماشي خدت بالك ده على طول كل 15 يوم كل 20 يوم باجي ماسك الارنب وقصص له كده انا عرفت عيوبه في واحد ما يعرفش بقه مقفول والارنب قطع اكل وسنانه طويله خلاص على كده الارنب لما بتيجي تفحصه له ماسكه معينه من قفاه مش من ودان من قفاه ودان الاثنين مع بعض ما ينفعش ودانه بس تملكه ما ينفعش ودانه بس تمام ودانه ممكن تعمل له مشاكل طب في ظاهره مثلا الارنب هل دي خاصه ببعض الارانب ولا دي برضو حاجه مزاجيه ان الارنب يعض انت مثلا بدي ايده يعض يخربش ممكن لا بقى في حاله لما يكون الارنب والده بتخاف على عيالها واحده حطيت ايدك على العيال ولا بتاع ممكن تخربش